لاتور اكسيون رانا جينا مرحبا بكم وبينا في الدشره ولا المدينه اختي حطي السيشوار خويا خرج من البنوار راب نيوز بدات ما حطي البطاطا والخيار في الحومه عندي جارنا طايح بكيلو الجوج عطا خمسه يخدمها ورقه وستيلو يا ويلو بالقروع وما يجبدوش كان يبيع الكيف كان حاسب ما يحكموش بصح الدوله طاحت والجماعه اللي كانت راحت لقى روحها سال وموقف مع حتى واحد متفرغ في ميم تهبوه داك المغفون يخدموا على الباني في الشهر عنده مليون الوغ مشاهدينا نظن فهمتوا بالتقريب السيجي تاع اليوم عايشينه وماشي غريب المخدرات وبالخصوص الحشيش الو بوسطيله هدر وما تحشمنيش ما توصي وتقول غادي تعرف صح ما يجري راني مسطول يمان من المخدرات نهضروا على الحشيش كون يجيب الكيف للبلاد ما على باليش بالزاستا فكاين جماعة راستا موسيقى بوب والقارو راهي دور واسطا السلام عليكم ايها الجيل المغبون السلام بلاد وسويس قولوا لي مين جبتو لابون اوكي لابون ما تجيش احنا اللي نجيبوها هي ما تمشيش احنا نمشو باش ناخدوها احنا نروحو ليها قاع اللي يكميها على جال الرشقه يريسكي باش يشريها نروحو عند الديلور ونديرو مهمه خاصه واحد عساس والاخر يخوي طريق نشروها اونوار هي والدخان والماسا بصح لازم تعرف خويا في من التيق شكرا بوسطيلة انت والمصنولين ضربتوا بينا دورة وريتونا سلعانين راهم يجيبوها دروك السؤال هو علاش لي جون يستهلكوها بالقوة هدر بلا ما تخاف قول واعطينا جواب وما تنساش باللي انت راك تمثل في الشباب يعطيكم الصحيتو غادي نقول الصح نكمل كيف باسكو اللي نحكي له يضرب النح زدت وتربيت في كارتي بوبيلار جواريني ماشي طبا جواريني لي ديلر قريت وما كملتش باسكو بويا فقير كبرت لقيت روحي ما عندي ما ندير قاطب الحيط نهار يفودي شبه الخوف بالسيف لي جون يشرو الرهج ويكموه ياه ضيفنا رقم اثنين واش تقول باش ترد على شعار اصطل وقول عندك وي ميزور اختصر فيها الهضره باش تنصح لي جون اللي راهم في الريشه الحمراء اراك صغير ولدي وجاي للدنيا انا نقول لولدي يخطيك من الكيمياء راني معاك فيها الرشقه مية مية بصح كي توقف قدام الجيج تتلف لك المشيا يجيك الغراق ويبدا يغرق فيك لافوكا يهدر ويضرب عليك ماشي باسكو يبغيك هو راه يشوف فيك سوكسي على باله باللي انت فوتيف وانت يا سوسبي كيما شفتو هاد الطريق ماشي طويله الخساره كبيره والفايده فيها قليله ضيعه الصحه وزيد ضيعه المال حبس عليك الرهج تربح راحه البال ودروك مع بعض اعزائي المشاهدين نروحوا للشرع واش قالوا رجال الدين السلام عليكم اخواني المشاهدين ورحمه الله علينا اجمعين اما بعد كما ذكر من قبل فقد حرم كل ما هو مذهب للعقل غادي خليكم ايها العشاقه مع الحب اللي جامي كيفاه ولا نتلاقى عرفها في الطاقه بنت اناقه كي ديها للدار ولا تدي لها الفلاقه شيري شيري شو خدعت عمري شيري شيري شكون قالك باللي راني خدعت عمري انا نبغيك من وانا صغير عشقتي فيا ما يجري شعري كان كبير دارو فيك عدياني قالوا وانا نحلف من غيرك ما عندي والو روح عليا روح عليا روحي ما نجيب لك البوليسية شح فيا انا درت النية قيمتك وفي لافا درت عليا تكمي كيفون بديت انت خداع كيف كيف رجال انتو ما قاع ضيعت وقتي معاك راح خسارة بصح ما تخاف غادي تدور الجرارة شيري شيري شكون قالك باللي راني خدعك عمري شيري شيري شكون قالك باللي راني خدعك عمري انت كذاب روح وسعني غادي نروح لضربو يا حرزة تبعني انا كرهت مطبايعك كشينا كرهت حياتي معاك راني حسينة ديرني بونيش انا غسيل والكوزينة انا غادي نروح ودير كل جامي تلاقينا
اعزائي المشاهدين كيما كنتوا تشوفوا معنا حصتكم راب نيوز واللي كان معكم انا نشكر حسن الاستماع خوتي نشكركم كاع الى ذاك الحين غادي نديروا اجتماع نهضروا فيه على الموضوع اللي غادي نطرحوه في العدد الجاي باش نتوما تسمعوه خوتي راسلونا حنايا نشاوروكم على راب نيوز @gmail.com